قال: يا محمد، تدري ما خير البقاع على الأرض؟ قال: الله أعلم. يجاوبه جبريل، جبريل يقول له: يا محمد، خير البقاع على الأرض مساجدها. وهنا كيجتمعوا عند ربي، كاين اجتماع المحمود والاجتماع المذموم. هذا اجتماع محمود: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتدارسون كتاب الله، وش يوقع لهم؟ تجي الملائكة الأنك وقاعدين، الملائكة راهم جالسين معكم، ما تشوفوهمش ولكن راهم جالسين معكم، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويكلمهم ربي بالطمأنينة والكاملة اللي ختمتها، ويذكرهم ربي عز وجل. هما جالسين في الجامع تاع الأرقم هذا البليدة، وربي يذكرهم في مجلس وفي ملأ خير من الملأ الذي يذكرونه الآن فيه. هذا الملأ الذي نذكر الله فيه، ربي الآن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ هذا. وما سعدك ربي يذكرك عند الملأ الأعلى تاع الملائكة، ويذكرك ربي باسمك باللي أنت فلان في مسجد الأرقم قاعد تذكر الله. حاجة كبيرة كبيرة ياسر ياسر، حاجة كبيرة. يذكر، مش عارف تخيل، الله يذكرك، ربي لي خلقك، إلهك المعبود بحق، ربي يذكرك، فلان ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. شحال تسوى هذه؟ واحد الصحابي اسمه أبو هريرة، سمعوا به الله يرضى عليه، جاء التجار، التجار يبيعوا يشروا في سوق المدينة. قالوا: يا معشر التجار، الناس راهم يقسموا في الميراث نتاع النبي، وانتم في البيع والشراء، روحوا تدوا نصيبكم، كل واحد يدي نصيب من ميراث النبوة. التجار سمعوا قالوا: ميراث النبي، لازم كل واحد يدي حقه. خلوا تجارتهم وحطوا الميزان وسوا سلعتهم وراحوا. قالوا له: وين يا أبا هريرة هم يقسموا الميراث؟ قالوا: في المسجد نتاعو. امشوا التجار يسرعوا معهم أبو هريرة، ويسرعوا يسرعوا يسرعوا، لحقوا للمسجد. دخلوا التجار، قالوا: جماعة عليه يقرأوا في الحديث، جماعة عليه يقرأوا في القرآن، جماعة عليه يسبحوا. بصح برا الناس على بالك مادة، فهموا الميراث وش هو؟ مادة ذهب فضة لباس حاجة. قالوا لأبو هريرة، قالوا له: جبتنا من السوق وخليتنا البيع والشراء، واش راهم يتقاسموا؟ وين راه الميراث تاع النبي؟ قالوا أبو هريرة: هذا ميراث رسول الله. واش هو؟ العلم، القرآن، الحديث، الفقه، التفسير، السيرة، الآداب، الأحكام، الأخلاق، هذا ميراث رسول الله. ادي منه نصيب، خذوا نصيبا من ميراث رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا 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 نتعلم ما يفيدنا، حاجة تفيدنا نتعلمها. تعلموا توحيد الله، تعلموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلموا الأخلاق وتعلموا الآداب، يتبدل الإنسان وهو في بيت الله عز وجل. وربي حكى على واحد رجال الله يرضى عليهم في الجامع، اسمع شكون هما، شوف، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: دبرنا قطعة نتاع تراب. يقول الشيخ، يقول صاحبي، يقول له: بصح على بالك الجامع راهم داروا له ميزانية بالك واحد 6 ملاير باش يطلع. يقول له: هذه جبدة يا خويا، أنا ما نقدرش، ما تكلفنيش يا شيخ. شوف أنت، ما لا أقول لكم حاجة، إذا حصلنا قطعة تاع تراب ديروا بلي الجامع تبنى. علاش؟ ربي هو الذي أذن ببناء المساجد. ويدي ربي سب هذا يجيب هذا وهذا يجيب هذا ويطلع الجامع. كيما هذا الجامع، هذا جامع قديم في الحي هذا، أم عليه إذا راه كاين الأحياء فيهم الله يطول عمارهم، واللي مات فيهم الله يرحمه. ماله أجمعوا أمرهم وقاموا بنوا الجامع، هم أخذوا بالأسباب، وربي عز وجل هيأ لهم ذلك.
وتبنى الجامعة. شوف هاهم بني الآن، أذن الله أن ترفع. لما ربي أذن أن ترفع واش نديرو هنا؟ اللي يحب يحكي على البيع والشراء يخرج لبرا، واللي يحب يحكي على زيد وعمر يروح لبرا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صالي، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.